السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خواتاتي وخوتي الأوفياء المتتبعين ديال القناة. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الوصفة اللي عزيزة على كل الصغار والكبار، اللي هي عجينة البيتزا. فالحشو كاين بزاف ديال الحشو، ولكن العجين كاين أنواع العجين. أنا غادي نبغي نتقاسم معكم العجين اللي كنستعمل انا في المطبخ ديالي. فهي عجينه زوينه بزاف وسهله، ونقدر نوجدوها هكا بواحد الكميه يعني وفيره، نحطوها في المجمد وفوقاش ما يعني تشهينا بيتزا حنا ولا وليداتنا. فاحنا كنجبدو فقط العجين ديالنا اللي كيكون طايب نص طيبه، وكنديروا له الحشو اللي متوفر عندنا. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنايا نص كيلو ديال الفرص دقيق، عندي بيضه، عندي شويه ديال الزعتر كما كتشوفوا، عندي هنايا سكر، عندي خميره الخبز اما معجونه بحال هذه، انا درت عليها شويه ديال الماء دافي، او الخميره حبيبات الفوريه. عندي الملح والقليل من الابزار والماء دافي باش نجمع العجين، وزيت الزيتون زوج معالق ديال زيت الزيتون. نبداو على بركة الله. انا غادي ندير كل المكونات على الدقيق اللي عندي. كما كتشوفوا انا غادي ندير هنا نص ملعقة من السكر، نضيف الخميرة ديالي، فزكتها بشوية ديال الماء، تقدو ما تفزقوهاش، انا كانت عندي وعلى حسب الجو. انا هنا درت ملعقة كبيرة في نص كيلو انت الدقيق. نضيف البيضة، فالبيضة تقدروا تستغناو عليها، ولكن هي إضافة واحد الإضافة اللي كتخلينا العجين ديالنا زوين ورطب. نضيف الملح، كمية ديال الملح، الملح ما نخويوهاش على الخميرة، ديرها هكا في الجنيب نتاع الطحين. عندي واحد الراس نتاع المعلقة نتاع البزار، الفلفل الأسود، فحتى هو كيعطينا واحد النكهة واحد الطيبة. عندي هنايا ملعقه صغيره ديال الزعتر كما كتشوفوا معايا، كنفركو هكا بيديا وكنخلي نحطو صافي. انا غادي نضيف باقي لنا زيت الزيتون كما قلنا، عندي زوج معالق كبار من زيت الزيتون، فهو كيخلينا العجينه كتجي رطبه وكتجي زوينه. انا غادي ندير الخليط ديالي، نضيف واحد الكميه من الماء وندير الخليط ديالي في العجانه تعجن ليا وتدلك مزيان. قد نستعملو فقط يدينا، انا غادي ندير العجين ديالي يتعجن مزيان ويتدلك من بعد نشوف. وهذه العجين ديالي كما كتشوفوا معايا، من بعد ما دلكات وتجمعات بالماء دافي، انا غادي نغطي على العجين ديالي ونخليه يخمر ويضاعف الحجم ديالو من بعد نطلق. كما كتلاحظوا معايا العجينه من بعد ما خمرات وتضاعف الحجم ديالها. هنايا عندكم نتوما الاختيار، اما كتفردوها هكا بالدلاك كلها كما كتشوفوا معايا، وكديروها هكا كتقطعوها فرديه، بيتزا فرديه هكا بالكاس ولا بالزلافه ولا بالقطاعه اللي عندكم، او كتقسموها انايا بحال انا غادي نديروها هكا كما نقولوا عائليه كبيره، او بحال دابا انا بغيتهم يكونوا بحال اللي كيتباعوا برا، يعني قياس مقاد ماشي كبارين ماشي صغارين. غادي نقسم العجين ديالي على أربعة، تحتفظوا بهم بالمجمد في المجمد لزوج او ثلاثة ديال الاشخاص. فمشي مرة كيكونوا هكا الوليدات مثلا مشيو للمدرسة ولا جاو من المدرسة فيهم الجوع كيطلبوا لك شي حاجة سريعة، فانتي كديري فقط لاصوص اللي كتكون عندك جاهزه، شي كفته او فروماج، لاصوص فروماج، شويه ديال الدجاج مشحر الا بقى لك هكا الدجاج طايب، يعني بيتزا يعني خفيفه ظريفه كما نقولوا توجد بالخف. هادو هما درنا اربعه، غادي نطلقهم قادين ونديرهم في واحد الطاوه ونتكهم بالفرشيطه باش ما يتنفخوش ليا، يعني ما يبقاش ديك الهواء برا، ما يخرج عفوا، ما يبقاش فيه الهواء لداخل، يعني كتجي بحال ديال المحلات. بغيتو ترقوها، بغيتوها غليظه، كل واحد الذوق ديالو. انا عطيتكم فقط الفكره
ديال العجين، نحاولوا نديروها عفوا نديروها دائرية كما قلت لكم بحال هكا. دابا الجو بارد، نخليوها ترتاح واحد شوية بعد ما نطلقوها كما هكا، ونديروها في الطاوة ديالنا، نغطيوها بسريبيتة ونخليوها تزيد ترتاح وتخمر واحد شوية هكذا، باش ما كتجيش معجنة من الداخل، كتجي العجينة ديالنا خفيفة وزوينة. ومن بعد كندخلوها الفرن طيب، ما غاديش نحمروها، فقط انها طيب لينا العجينة وتبقى هكا بحال اللي كنشوفوها في السوبر مارشي كتباع، يعني ما كتكونش محمرة كما كنقولوا طيبة نص طيبة. وإلا بغيتي تستعمليها هكا يعني كما كتشوفي معايا، فقط كنطلقوها بحال هكا، كنديرو فوق منها لاصوص، وكنديرو فوق منها الحشو اللي عندنا، وكندخلوها الفرن كطيب، كطيب العجينة والحشو كلشي كيطيب في خطرة. المهم هادو الطرق اللي بغيتو نتوما تقدروا تستعملوا بهم هاد العجين. وهادو هما البيتزات اللي كما قلت لكم طيبتهم نص طيبه، كما كتشوفوا كيجيو غزالين بحال اللي كيتباعوا في سوبر مارشي. والحشو كما قلت لكم كيبقى اختياري، بحال هكا نخليهم يبردوا، نديرهم في بلاستيكه ونحتفظوا بهم في المجمد فوقاش ما تشهينا البيتزا ولا حبيناها، ولا تبغوا ديروا كل وحده هكا، وحده بالحوت وحده بالدجاج وحده بالكفته، ولا الا كانوا غيجيو عندكم ضياف. المهم نتوما عندكم واسع النظر والاختيار الحشو ديالهم. انا جبت لكم واحد الحشو بسيط، غادي نوريكم كيفاش نستعملوهم. هي عندي هنا طيبه نص طيبه، عندي لاصوص، تقدروا تستعملوا لاصوص في المنزل او لاصوص اللي كتباع كما قلت لكم، فانتوما عندكم الاختيار في الحشو لاصوص كاينه الجاهزه اللي كتباع، ونستعملوا لاصوص ديالنا ديال المنزل العاديه. ودابا نحضر لكم لاصوص ديال البيتزا اللي كنحضر انا، فهي طريقه يعني طريقه ديالي، دابا نحضرها لكم ان شاء الله، انتظروني في فيديو اخر نحضر لكم لاصوص حمراء ديال البيتزا ولاصوص بيضاء طريقتي الخاصه هكذا. عندي هنايا دجاج مشحره، دجاج مشرمل ومشحر بالنكهه ديال الشاورما، بالتوابل ديال الشاورما. نتوما كما قلت لكم تقدروا تحضروا بالطريقه اللي بغيتوا، تضيفوا الكفته، الحوت، بيتزا ماروكان اللي كنديروا فيها اللي كنديروا فيها البصله مشحره، كنديروا فيها الفلفله، كاين اللي كيديروا غير الخضر فقط، يعني نتوما لكم الاختيار كما قلت لكم. انا فقط وري بغيت نقول لكم بان البيتزا سهله اللي بغي يحضرها الوليدات، يعني ما غاديش تكلف، ولا غادي حنا كنبقاو نضربوا لها بزاف ديال الحساب، لان فيها الخدمه، فيها العجين، فيها الحشو، فهكا كتكون اقتصاديه ودغيا كنوجدوا لوليداتنا الا كتشهاو البيتزا. فقط هكا غادي ندخلها الفرن تزيد تكمل الطياب حتى تحمر من التحت والفرماج يذوب عليها فقط، وهي البيتزا ديالنا واجده. وهذه هي بيتزا او عجينه البيتزا اللي حضرت لكم اليوم، وسر النجاح ديالها، وكتجي بحال اللي كتباع في المحلات، يعني كنطيبوها نص طيبه كما كتشوفوا معايا، كتجي رطبه، كتجي زوينه، شوفوا كيفاش ما معايا من الداخل ما معجنه ما والو، فهي خاصها غير تحمر كما وريتكم يعني هنايا. فكديروا الحشوه اللي بغيتوا، خفيفه ظريفه اقتصاديه يعني اللي عندكم في المنزل، وكتقدموها لوليداتكم، كتدخلوها الفرن فقط انها تحمر من التحت، باقا سخونه قط انها تاخذ اللوين من التحت تتحمر، وفقط ويذوب عليها دوك الفرماج فقط، ونقدموها لوليدات ديالنا وبالصحه والراحه. وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتبارطاجيو، والى الملتقى ان شاء الله.